للتدريبات من خلال الفيديو مع لاعبيه بدايه من الاسبوع القادم، وهيبقى في تواصل ما بين يورجن كلوب المدير الفني ولاعبي ليفربول. هيعملوا زي اللينك او زي قناه مثلا معينه، ممكن يوتيوب بقى او اي شيء اخر يعني، ويتواصلوا مع بعض من خلالها. يتابع يورجن كلوب التدريبات وكل واحد في بيته او كل واحد في مكانه من كل لاعبه ليفربول في توقيت واحد، ميعاد محدد يتم البداية فيه لمتابعة هذه التدريبات. الكلام ده هيكون بداية من الأسبوع المقبل، وأكثر المتضررين طبعا في الدوري الإنجليزي من التوقف ده هو ليفربول، لأن الناس بعد 30 سنة بيحاربوا عشان يجيبوا بطولة الدوري. السنة دي كان ناقصهم 6 نقط بالظبط وياخدوا البطولة الرسمي قبل نهايتها بسبع ست سبع أسابيع تقريبا، ولو كان مانشستر سيتي اللي لعب مباراة أقل من ليفربول كان خسر المباراة اللي هيلعبها عشان يتساوى مع ليفربول في عدد المباريات، فكان ليفربول هيبقى ناقصه 3 نقط بس وياخد الدوري. فللاسف حظهم سيء جدا، وكان هيبقى انجاز تاريخي كمان لنجمنا المصري محمد صلاح. لسه الامور موجوده يعني، لسه في دراسه لامكانيه عوده الدوري الانجليزي. ده هيبقى حسب الجديد اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، حسب السيطره على كورونا في انجلترا. بس الغالب كده والواضح ان الموضوع لسه قدامه فتره شويه تحديدا في اوروبا. هنا احنا في مصر برضو بعيد وباكد احنا نقدر في فتره قليله نتحكم في الموضوع ده، لان الحمد لله لسه الاعداد عندنا قليله. فبالتالي هم هيتابعوا التدريبات عشان يحافظوا، يعني بالتحديد مستر يورجن كلوب المدير الفني الالماني المميز جدا مع ليفربول هيتابع التدريبات عشان يحافظ على لياقه الفيديو ومن خلال الكمبيوتر يعني.